باختصار شديد بالنسبة لي مع كامل تقدير واحترام لم أشعر بشيء. ربما كنت أتوجه في منطقة معينة في الدار البيضاء، لم يصلها يعني الارتداد ديال الهزة الأرضية، ولكن في نفس الوقت يعني بلغني عبر اتصالات هاتفية من أصدقاء ومن أفراد العائلة اتصالات كثيرة جدا بخصوص الهزة الأرضية التي وقعت. بالتالي بعدها خرجت إلى الشارع ووجدت يعني الناس مواطنين خرجوا إلى الأزقة والفضاءات والمساحات المتوفرة في الحي القريب الذي أسكن فيه. من ثم علمت أنه طبعا وقعت هزة أرضية في الدار البيضاء وفي نواحي أخرى، وبالتالي كان مركزها بإقليم الحوز وما خلفته من ضحايا. طيب الله الرحمة. هناك مثل ما تعلم سيد أنفلوس تحذيرات من حصول توابع زلزالية وهزات ارتدادية، هناك هزات حصلت بالفعل والخشية أن تحصل هزات أخرى في نفس مكان بؤرة الزلزال، وبالتالي مخاوف أن تقع خسائر جديدة، وكانت هناك مطالب بتوعية الناس بأخذ احتياطات معينة. الصحافة في المغربية كيف تغطي هذا الجانب التوعوي في هذه اللحظات الحرجة؟ طيب السؤال جميل جدا وأشكرك على هذه النقطة. لماذا؟ في فترة الأزمات أو الكوارث الطبيعية تكثر الإشاعات، وللأسف الشديد في هذه الحالة هناك، وأنا تتبعت هذه هذا الموضوع تتبعته بشكل دقيق، هناك بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وهناك تسجيلات صوتية تروج على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا على الواتساب تحذر المواطن المغاربة أنه يمكن أن تعود أو لا أن تكون هناك يعني ارتدادات أخرى وكذا وكذا، وبعض التسجيلات تدعو الناس إلى الخروج للشارع. مع الأسف الشديد هناك بعض الحسابات تروج لهذه التسجيلات رغم أنه لم تصدر أو لم يصدر أي تحذير من الجهات الرسمية. وهنا أركز على مسألة أساسية، مسألة الإشاعة والخبر الزائف دون الرجوع إلى المصدر الرسمي، والمصدر الرسمي في هذه الحالة هي السلطة العمومية وبدرجة أولى وزارة الداخلية التي تتولى الآن إصدار البلاغات، بلاغ تلو الآخر، وتخبر الجميع بأي مستجد سواء من حيث الوقائع من حيث خسائر في الأرواح رحمه الله الضحايا وشفى الله المصابين، أو لا من حيث الخسائر المادية أو من خلال مؤسسة أخرى وزارة أخرى التي تعطينا بلاغة رسمية تصدر عن المصدر الرسمي. وهنا وأسمح إلى الأخذ شوية وقت. لا بالعكس، هذه نقطة مهمة بإمكانك توضحها حسب ما ترى. هذه فرصة سأوجه نداء إلى جميع سواء المواطنين داخل المغرب أو خارج المغرب وإلى صحفيين داخل المغرب أو خارج المغرب، رجاء من الجميع يجب أن نستقي الخبر من المصدر الرسمي. عندنا ولله الحمد حكومة، وزارة، دولة، رئيس دولة، عندنا مؤسسة رسمية. المصدر الصحيح والأساسي هو المؤسسة الرسمية، والخبر الذي يجب أن لا أعتذر لأحد، ولكن مع الأسف الشديد ما يروج في بعض الحسابات بعض الصفحات الوهمية في الفيسبوك أو الحسابات ديال الواتساب تسجيلات صوتية أحيانا يبث الرعب في المواطنين. نعم، لكن هذه تحذيرات لو سمحت لي سيد أنفلوس تصدر حتى من من رجال علماء في تخصص علم الزلازل والجيولوجيا
يعني التركيبة التي تتكون منها الأرض، بالتالي السلطات الرسمية، المصادر الرسمية التي تشير إليها كيف تغطي أستاذي مسألة محترم، الهزات أستاذي محترم، الارتدادية ومخاطرها، الأمر الذي يحصل وراء كل أستاذي زلزال؟ محترم، أستاذي محترم، النقاش التقني والعلمي مع الأسف الشديد لا يروج في التسجيلات الصوتية التي تثاب الرعب في المواطن، هذا هو الإشكال. النداء الذي سأوجهه الآن، نداء وطلب مع كامل تقدير واحترام، هو أنه يجب على المواطنين سواء المغاربة داخل المغرب أو خارجه، أو سواء كانوا مغاربة أو أجانب، لا هنا لا في برا، المصدر الأساسي للخبر هو السلطات الرسمية. نعم. طيب السلطات الرسمية سيد أنفلوس، يعني كيف بغض النظر تغطي عن الجانب التقني جانب والعلمي، الهزات بغض النظر عن الارتدادية ومخاطرها؟ لا، هذا يتكفل به يعني الناس المتخصصين. لا، بالنسبة لي لا يمكن أن أعطيك يعني أنا أسألك ككاتب صحفي جواب أو